نتائج الفرق الثانيه اللي لسه بيتابعنا في الاستوديو التحليلي. وادي دجله فاز على فريق دوان بطل بطل مش النيجر بقى بطل توجو 2-0 وصعد الى دور ال 16 في الكونفدراليه. النادي الاسماعيلي برضه بمعاناه شديده وضربات الترجيح وفوز على بطل الكونغو 4-3 بضربات الترجيح. وعلى فكره النادي الاسماعيلي هيلعب مع فريق بيترو اتلتيكو في الكونفدراليه في دور ال 16 ان شاء الله. طبعا فريق بيترو اتلتيكو كلنا عارفينه، كان يعني بطل انجولا وكان قبل كده فلافيو ايفيلينو وجيلبرتو لعبوا في الفريق، لكن هم مش اعتقد في حد منهم فلافيو اعتقد او حد منهم بيلعب دلوقتي فلافيو كان بعد ما رجع اعتقد ان هو كان بيلعب دلوقتي في بيترو اتلتيكو صح؟ اه موجود دلوقتي. طيب يعني كده الزمالك معنا كانري ديفلز، الاهلي مع اهلي بني غازي الليبي، الاسماعيلي مع بيترو اتلتيكو، مش عارف بصراحه المنافس فريق وادي دجله في دور ال 16 ايه في الكونفدراليه. هنحاول برضو يعني معانا كابتن سيد معوض، كويس كنا لسه بنتكلم عليه، سيد حمدي. طيب معانا سيد حمدي، كابتن سيد ازيك؟ الله يخليك يا حبيبي. ازيك يا نجم، اخبارك ايه؟ اخبارك الحمد لله كله. مبروك النهارده يا سيد. الله يبارك فيك. الحمد معايا كابتن وليد صلاح وكابتن احمد بلال بيسلموا عليك. تحياتي لكابتن وليد وكابتن احمد. الله يخليك. مبروك يا كابتن سيد. الله يبارك فيك يا ربنا يخليك. قول لي يا سيد، يعني نزولك النهارده في الشوط الثاني اكيد كان في تعليمات معينه من كابتن محمد يوسف. اكيد طبعا قبل ما انزل قال لي تنزل حاول بس ما تطلعش بره الاطراف عشان نعمل الضغط على فريق يانج ونحافظ كده. كان عايزك تبقى في موجود في منطقه الجزاء جوه. موجود في 18 بكثافه عشان اي كره تجي لي انا وعمره واي حد من الموجودين نحاول نجيبه يعني. والحمد لله ربنا كرمنا بجون معوض رجعنا الماتش تاني. مباراه صعبه جدا علينا لكن الحمد لله احنا كنا متمكنين الماتش التاني دقيقه يعني، لكن ما كانش فيه نصيب ان احنا نجيب اهداف، لكن ربنا رايدنا ان احنا نكسب بطوله الجزاء يعني. قول لي حاسس بصوتك كده بنبره حزن، ايه السبب؟ لا لا خالص والله يمكن يعني طبعا انت اكيد فرحان لفوز الاهلي، لكن يعني هل انت برضه لسه مش حاسس ان انت سيد حمدي المستوى المميز او ما خدتش فتره لعب كبيره شويه؟ الله يخليك حمدي. لا الحمد لله يا كريم يعني بحاول بقدر الامكان يعني اعمل اللي عليا، لكن انا حاولت بقدر الامكان ان ارجع يعني وبدات ارجع وبدات يعني احاول احط رجليا في التشكيل وفجاه بعدت شويه فده بيأثر عليا شويه. يمكن انا الجهاز الفني اداني الاول بصراحه يعني في فتره كده اداني فتره اديني وبعد كده يعني بعدت شويه مش عارف بعدت ليه، ما انا كنت خلاص حطيت رجلي وفجاه بعدت لما رجعت بدات اقعد احتياطي. لكن دي عادي يعني في الكوره عادي الجهاز الفني بيبقى شايف ان كل لعيب بيبقى شايف له وقته وهو حاسس ان هو هيديله في الفتره دي. لكن انا كنت مستعد ولازم انت برضه تشد حيلك اكتر يا سيد عشان تدي انطباع للكابتن محمد يوسف ان هو يعتمد عليك بشكل اساسي. اكيد طبعا اكيد انا يمكن الواحد لما نزل النهارده يعني الحمد لله الواحد حاول، يمكن لو كانت كوره من كوره انا اللي ضاعت دي كانت ممكن دي كانت فرقت معايا، لكن الواحد برضه بيفكر في المكسب قد ما بيفكر في نفسه. ان شاء الله بوعدكم يعني ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله ما كنت لو خدت وقت اكتر ممكن ان شاء الله احط رجليا بشكل اساسي. مبروك مبروك يا سيد، الف مبروك النهارده المكسب. الله يبارك فيك. مبروك المكسب، وكنا نتمنى ان انت تحرز هدف النهارده عشان نشوف سيد حمدي اللي شفناه قبل كده في نهائي افريقيا واللي شفناه في بداياته مع النادي الاهلي. يمكن انا السؤال بس اللي عايز اساله لك، يعني سيد حمدي نهائي افريقيا، سيد حمدي النادي الاهلي اللي كان بيحرز الاهداف، محتاج انت مع نفسك انت محتاج ايه عشان ترجع سيد حمدي اللي احنا نعرفه؟ والله يمكن عايز اقول لحضرتك يعني يعني هو الكلام ده يعني انا بقوله بامانه، يمكن محتاج الثقه شويه من الثقه في نفسي يعني ثقه من الجهاز ان هو يعتمد عليا بشكل كويس يعني، لكن هي الظروف بتجبر الجهاز الفني طبعا هو ما بيبصش لسيد حمدي بس بيبص لكذا لعيب طبعا، لكن انا محتاج الاستمراريه في اللعب. يعني انا محتاج الاستمراريه في اللعب دي ومهما اكون لو قصرت شويه يبقى واقف جنبي شويه، لكن ان شاء الله انا بعوزكم ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله استغل الفرص اللي بيجي لي، لان برضو اللعيب يعني لازم يبقى يعني محتاج ان هو يدوس على نفسه اكتر. يمكن كابتن وليد بيتكلم على المستوى، لكن هقول لحضرتك كابتن وليد فضل السنين اللي فاتت كان في دوري مستمر، كان الواحد بيلعب في كذا بطوله، فكان الواحد بمستوى يعني على طول شغال، لكن الفتره دي انت بتلعب كل مثلا كل اسبوعين ما عندكش غير البطوله الافريقيه مثلا دوري بيتلعب وفجاه يقف ده بيفرق مع الواحد، لكن ان شاء الله باذن الله بعض الناس ان شاء الله الفتره الجايه بقى انت عارف يا كابتن سيد المشكله ان كل جماهير النادي الاهلي
شافت ان الرباعي اللي كان بيلعب نهائي افريقيا في الترجي كان وليد سليمان عبد الله سعيد سعيد جده واستاذ حمدي. الوحيد اللي خرج للاصابه هو وليد سليمان، لكن جده رجله في الملعب، عبد الله السعيد رجله في الملعب. الناس كانت عايزه تشوف السيد حمدي اللي احرز هدف في كاس العالم للانديه، اللي عمل جون في مباراه الترجي. كنا عايزينك تكمل في نفس المركز، ما تبعدش بشكل بعيد جدا، لدرجه ان دلوقتي بقى عمرو جمال نمره واحد، احمد رؤوف نمره اتنين، لو رجع عماد متعب. فاحنا مش عايزين السيد حمدي يبعد بحيث ان في الاخر هتبقى الامور صعبه. لا مش 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 ان شاء الله مش مش هدر الظروف ان شاء الله انها تاثر عليا ان شاء الله باذن الله. الواحد هيجتهد الفتره اللي جايه، وزي ما قلت الكابتن يعني الاهداف برضه بتقرب الواحد طبعا. الواحد بيبقى مركز ان هو كسب فرقته وان هو يرجع مستواه للفتره اللي فاتت ان شاء الله باذن الله. موعدك وبعد الناس ان شاء الله الفتره الجايه تبقى احسن ان شاء الله. يا سيد بشكرك شكرا جزيلا. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل مع كابتن وليد صلاح وكابتن احمد بلال ولسه